تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأوضحت الخارجية أن الوزير شكري ونظيره الأمريكي تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية، حيث جدد الوزير شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1,400,000 فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشددا على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع. وفي سياق متصل، أكد سامح شكري لنظيره الأمريكي على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة. كما شدد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. وتم التأكيد مجددا على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. هذا وفي نهاية الاتصال اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة.